قاطع السلام فيكون سلامه عليه رفعا للاسم السابق والواقع عليه. ثم قال الله تبارك وتعالى بقدره وكرمه يكفر ملكا من الملائكه اذا سلم احد المتقاطعين على الاخر فاذى هذا الاخر ان يرد السلام رد عليه من هو خير منه. وقال عليه الصلاه والسلام وان مات على صغامهما لم يدخلا الجنه جميعا ابدا وان سلم عليه فابى ان يقبل تسليمه وسلامه. هكذا روايه من الكتاب وفيها سير الاستغفار بين هذا الاستغفار روايه احمد. يعني في معنى فابى ان يقبل تسليمه وسلامه معناه في روايه احمد فابى ان يقبل تسليمه ورد عليه سلام ورد سلامه عليه. يعني ابى ان يتقبل بالنفس وابى ان يرد باللفظ. ماذا قال؟ رد عليه الملأ وان سلم عليه فابى ان يقبل تسليمه ورد سلامه عليه. رد عليه الملأ بدل الرجل المقاطع الذي سلم عليه السائد من المقاطعة. الله عز وجل يسخر ملكا فيرد على الذي ساب عن المقاطعة يرد عليه السلام ورد على الآخر الشيطان. فهذا ربنا عز وجل يعامل كل إنسان بحسب عمله إن صالحا فصالحا وإن صالحا فصالحا. الآن يذكر المصنف حديثا يبدو هذه الرأي أنه ليس له صلة بالخير المسلم كما هو عنوان الكتاب، ولكن بعد أن نقرأه عليكم سيبدو لكم الصلة القائمة بينه وبين الباب. هو المصنف عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف غضبك ورضاك. قالت قلت وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد، وإذا كنت ساقطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل. في هذا الحديث إشارة إلى طبيعة الإنسان وإلى أنه قد يصدر من الإنسان الكامل شيء ما ينبغي أن يصدر منه، وذلك لثورة غضبية أو لحالة مرضية نفسية أو نحو ذلك من الأمور التي قد تعرض الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة، وأنه ما قد يصدر من هذا الإنسان في مثل هذه الحالة لا يدخل في باب الهجر المنهي عنه في الأحاديث، الحديث السابق والأحاديث المتقدمة. لماذا؟ لأن هذه الحال لا تستمر مع صاحبها، يعني هذه ما بعد ثلاث أيام كما قلنا أنه مسموع أيام الإنسان تفتيش الفرع، وإنما هي ساعة أو صغيرة ثم تعود النفس إلى طبيعتها. فهذه القصة التي ترويها السيدة عائشة صاحبة القصة نفسها تدلنا على أن هذا وإن كان ليس من الكمال ولكنه أيضا ليس من باب الإذن. فهي تقول إن الرسول عليه السلام قال لها يوما إني لأعرف غضبك ورضاك، يعني لكنت رضيان مني أو غضبان علي. قالت قلت كيف تعرف ذلك يا رسول الله؟
قال إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد. حدثت لله عز وجل ربها وخصت إضافة الرب إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ورب محمد. وإذا كنت صاخبة قلت لا ورب إبراهيم. الحدث واحد، رب محمد هو رب إبراهيم ورب الجميع، ولكن هذا في الواقع من نعومة سيدة عائشة ومن سياستها وفكرتها في إظهار ما في نفسها من شيء تجاه زوجها، فهي لا تهجره. حتى الآن توكلت أنه قالت له في بعض الحديث والله يا رسول الله لا أهجر إلا بسمك. فهي إذا كانت راضية قالت ربي محمد، وإذا كانت غضبة قالت رب إبراهيم. فقالت هنا في الجواب الأمر كما تقول يا رسول الله ولا أهجر إلا بسمك. أما هذه القصة فحاشايا من ذلك، لأن هذا أثم كبير لكن ما وأنت سيد القدر عليه الصلاة والسلام. إذا هذا الحديث في الوقت الذي يشعرنا بأن طبيعة الإنسان قد تتغير أحيانا، فيجب أن لا يسمح هذا الإنسان لنفسه أن تتخطى بالتغير، وأن يصل الأمر إلى عند أمور شكلية فقط. كما هو الإنسان بين أيدينا، تمل وتقول ورب محمد، وفي حالة الغضب تقول ورب إبراهيم. ما أصل هذه اليد في نفس الحديث، لأنه يعني قال قلت أجل، هذا صوفة مفهوم أن الصرصات أجل لست أهاجر إلا اسمك، أي رواية نفس الكتاب. ثم قال عليه السلام في كما قال المصنف رحمه الله في باب الجديد في بيان تعبير آخر للرسول عليه السلام باسم مهاجرة مسلم، قال باب من هجر أخاه سنة. ثم روى في السند الصحيح عن أبي خراج السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو بسفك دمه. من هجر أخاه سنة فهو بسفك دمه. وفي رواية في سنن داود وأجلها رواية سورة المصنف من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. هذا رواية المصنف بسفك دمه فهو كسفك دمه، وفي المعنى تقريبا واحد، أي إن مهاجرة المسلم لأخيه المسلم سنة كاملة يساوي كما لو قتله وسفك دمه. هذا إثم كبير جدا. ولذلك فإذا ما وقع الإنسان لأمر ما لثورة نفسية غضبية كما قلنا آنفا في مقاطعة أخيه المسلم بغير حق، أما المقاطعة بحق فقد عرفت مقاطعة سيدة عائشة من يخشيها عبد الله بن جبير. فإذا وقع المسلم في مقاطعة أخيه المسلم بغير الحق فلو تسحق من بعد التنفيذ عن النفس وعن الغضب ثلاث ليال فقط، فهناك عليه أن يسبح من جناح نفسه ولا يصف ولا يزيد على ثلاث ليال. ثم بعد ذلك إن كان لم يصل إلى رشده ولم يعود إلى رشده ودخلت الليلة الثالثة واليوم الليلة الرابعة واليوم الرابع وهكذا، فعليه أن يبادر إلى التوبة والخير والعودة، وأن لا يستمر خشية أن يصبح ذلك عنده عادة فتدخل السنة على المقاطعة وهو خالف في مقاطعته
مستمر في ضلاله فحينئذ يكون كسفك دم ذلك الذي قاطعه وهاجره الى ما بلغ في المقاطعه السنه. روايه ثانيه من نفس الطريق الاولى لكن بلفظ قال ان رجلا من اسلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه يعني راوي الحديث هو عمران بن ابي انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هجرة المؤمن سنة كدمه. فهذه كرواية أبي داود. رواية أبو داود تقول كسفك دمه وهذه تقول كدمه، وهو المراد أنه كما لو سفك دمه. تمام الحديث وفي المجلس محمد بن المنكدر وعبد الله ابن ابي عباس فقال قد سمعنا هذا عنه، يعني ان تابعي الحديث الذي هو هنا في هذا الحديث عمران ابن ابي انس لما حدث في هذا الحديث في مجلسه كان في ذلك المجلس محمد بن المنكدر وعبد الله بن ابي عباس وكل منهما تابعي ادرك غير ما واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذان التابعيان محمد بن المنكدر وعبد الله بن ابي عباس لما سمع عمران بن ابي انس يحدث ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هجرة المؤمن سنة كدمه، ماذا قال هذان التابعيان محمد بن المنكدر وعبد الله بن ابي عباس؟ قد سمعنا هذا عنه. وهذه فائدة حديثية، لكن اليوم في الباب السادس والتسعين بعد المئة وهو قول المؤلف رحمه الله باب من كره امثال السوق. ثم روى باسناده الصحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوق العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول متحدثا عن أمته ليس لنا مثل السوء، أي لا يجوز أن تضرب فينا الأمثال السيئة التي تدل على الأخلاق الرديئة. فيقول المثل السوء ما هو؟ قال عليه السلام العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه، أي لا يجوز للمسلم إذا ما أعطى عطاء أو منح منحة أو وهب هبة لأحد أن يسترجع هذه الهبة ويعيدها إلى نفسه بعد أن أخرجها طيبة بها نفسه، فلا يجوز والحالة هذه أن يرجع هذا المسلم لما وهب لغيره. فضرب الرسول عليه السلام ذلك مثلا فقال إن الذي يفعل ذلك كالكلب يرجع في قيئه، وهذا مثل سيء جدا، ذلك لأن فيه تشبيها قبيحا من ناحيتين. الناحية الأولى تشبيه العائد والراجع بالهبة بالكلب، والقبح الثاني أن التشبيه بهذا الكلب كان في عمل سيء له
وهو أنه يرجع في قيده. وما معنى يرجع في قيده؟ هذا أمر طبيعي أن الإنسان فضلا عن الحيوان أحيانا يستفرغ لمرض في معدته، لامتلاء المعدة بطعام أكثر مما تتحمل المعدة، فهناك يستفرغ. هذا الاستفراغ يجب أن يخرج إلى خارج الفم، لأنه قبيح في نفسه. وفي كثير من الأحيان يشاهد من بعض الناس الذين يستقيئون ويخرج مع القيء رائحة قبيحة جدا، وفي بعض الأحيان إذا ما اشتد القيء ربما يخرج مع القيء شيء من النجف، فمع أن هذا القيء قبيح ومع أنه قد يكون فيه شيء من النجاسة، فهذا الكلب الذي شبه به العائد في هيبته يرجع في هذا القيء، أي يبلعه، يعني يأكل من جديد. هذا مثل الذي يرجع في الهبة التي أعطاها للإنسان، فشبهه عليه الصلاة والسلام بالكلب، فتشبيه الكلب يكفي ذما وقدحا المشبه بهذا الكلب، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بسط الكلب. يعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بسط الكلب. ما معنى هذا؟ وهذا كثير من الرجال فضلا عن النساء يتشبه بالكلب في أثناء سجوده. فما هي هذه الصورة المذمومة والتي شبه صاحبها بالكلب؟ السنة في الصلاة أن المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: يسجد ابن آدم على سبعة آراب. يسجد ابن آدم، وهذه الأعضاء ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه: الجبهة، هذا العضو الأول الذي ينبغي أن يسجد عليه المصلي، كل مصلي سواء كان ذكرا أو أنثى، الجبهة. ثم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام يده من الجبهة إلى الأنف، أشار هكذا، يعني أن الجبهة والأنف عضو واحد، أي لا يجوز أن يسجد فقط على جبهته، وإنما جبهته وأنفه، فالأرض لازم يكون هيك مش هيك. يسجد ابن آدم على سبعة أعراض، سبعة أعضاء: العضو الأول الجبهة والأنف، ثم الكفين، أي صار ثلاثة، ثم الركبتين، أي صار خمسة، ثم رؤوس القدمين. البحث الآن في وضع الكفين على الأرض، حيث قال عليه الصلاة والسلام: يعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بسط الكلب، أي يسجد هكذا ولا يسجد هكذا، لأنه هيك يعمل الكلب. إذا ما تصورت الآن كلب منبطح على الأرض، شو بيساوي؟ بمد ذراعي الأرض وبطنه كلهم ورجليه الأفراميات كلهم في الأرض. فهذا الانبطاح وبسط الذراعين هو صنيع الكلب. فنهى الرسول صلوات الله وسلامه عليه المصلي، أي مصلي كان ذكرا أو أنثى، أن يتشبه في سجوده بهذا الكلب.
لأنه يضرب به مثل السوء. فإذا ما لاحظنا هذا الحديث ولا يشخص بحث الكلب، نهى الرسول عليه السلام عن وضع ذراعين على الأرض لأنه في تشبه الكلب، فأولى وأولى أن لا يعود الإنسان بما وهب لغيره من هبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا العائد في هبته كالكلب، وليس فقط كالكلب وإنما كالكلب يرجع في قيده، الشيء اللي استفرغه رد إيش بيبلعه. فهنا في تشويه ذميم من ناحيتين، الناحية الأولى أنه شبه الراجع في هبته بالكلب، والناحية الأخرى أنه شبهه بصنيع للكلب، هو خوف أنه صنيع الكلب هو ذميم في نفسه، لأن الإنسان لو رجع في قيده فهو عيب، فكيف هو يشبه الراجع في هبته بالكلب يعود ويرجع في قيده. إذن الشاهد من هذا أن البخاري رحمه الله وضع هذا الباب، باب من كره أمثال السوء، يعني أن المسلم لازم يكون له خدر المثل الحسن وليس المثل السيء كالكلب يرجع في قيئه. إذن هذا الحديث يفيدنا فائدة قطعية، وهي أن المسلم يحرم عليه أن يرجع في هبة أعطاها لغيره، يحرم على المسلم أن يرجع في هبة أعطاه لغيره مهما كانت هذه الهبة ثمينة أو حقيرة. يعني إنسان أعطى حبة برتقال أو مشمش أو غير ذلك لآخر فلا يجوز أن يسترجعها، حينئذ مثل الكلب يرجع في قيده، أعطى ما هو أكثر من ذلك فأولى وأولى أنه لا يجوز أن يرجع في قيده. فالتحريم أخذ من هذا التشبيه الذي شرحناه لكم، كالكلب يرجع في قيده، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المصلي أن يبسط ذراعيه في سجود بسط الكلب كان ذلك دليلا على تحريم هذا البسط، فكيف وهو شبه الراجع في هبته في عطيته للكلب يرجع في قلبه، فدل الحديث على تحريم في الهبة والعطية. لكن هنا سؤال، هل هناك تفصيل في الرجوع المحرم؟ الجواب اختلفت المذاهب، فأذكر العلماء على أنه الحديث يبقى على إطلاقه، فيحرم على كل واهب أن يهب شيئا ثم يرجع فيه. الأحناف قالوا بالشرط أن يساق، يعني إذا إنسان أعطى عطية بقصد أن يقابل بمثلها أو بأحسن منها، وإذا به يفاجأ بأن راحت عطيته صدق، قال الأحناف يجوز له الرجوع ما دام إيه لم يثب عليها، واحتجوا على هذا التقييد لبعض الأحاديث التي قيدت هذا التحريم بما إذا أثيب، يعني قوبل بالمثل، فإذا لم يثب جاز له الرجوع، لكن هذه الأحاديث ليست صحيحة الإسناد ولذلك لا يجوز الاحتجاج بها، فيبقى هذا الحديث من هذه الحيثية من هذه الجهة على إطلاقه، أي سواء كان الواهب يسمع في أن يوهب
أو لا يسمع فرجوعه عن هبته حرام بهذا التشبيه المذكور في الحديث. ويأتي لنا سؤال آخر وهو هل هذا الإطلاق المذكور في هذا الحديث هو على عمومه من جهة أخرى وهي من جهة ملاحظة الواهب إذا وهب لفرع من فروعه كأن يهب الوالد لولده، فهل أيضا لا يجوز للوالد أن يرجع في هبته؟ هذا أيضا موضع خلاف، لكن الصحيح أن الوالد مستثنى من عدم الجواز، وإن كان له حصة فيما لو رجع عن الهبة من هذا التشبيه القبيح. أي فيما أفهم في مسألة هبة الوالد للولد قضيتان، إحداهما فقهية والأخرى ذوقية إذا صح التعبير. أما الناحية الأولى وهي الناحية الفقهية، فهل يجوز للوالد إذا ما وهب ولدا له هبة ما أن يرجع فيها ولا حق المطالبة بها أم لا؟ الجواز يجوز، بمعنى أنه إذا ترافع واهب وموهوب إلى الحاكم فدعا أحدهما بأنه وهب لفلان كذا وهو يريد هذه الهبة ويريد أن يرجع فيها، فالقاضي الذي يريد أن يحكم بما أنزل الله ينظر في الواهب، فإن كان والدا فرض على الولد أن يرجع للهبة إلى أبيه، ماذا بهيك رجع الوالد فرض عليه وأوجب عليه وألزمه بأن يعيد ما وهب والده إليه إلى أبيه. أما إن كان الواهب هو ليس أبا ففي هذه الحالة يحكم الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله للموهوب على الواهب، ويقول الواهب ليس لك أن ترجع، لأن الرسول عليه السلام يقول ليس لنا مثل السوء. هذه الناحية الفقهية أو القضائية. أما الناحية الذوقية فللوالد نصف من هذا الذنب ومن هذا التشبيه السيء حينما يعطي لولده هبة ثم يرجع في هذه الهبة، ولكن أقول له نصف معينة لا أقول ينطبق عليه تماما، ذلك لأن الوالد له حقوق على ولده معروفة شرعا، هذه الحقوق تلقف من أثر هذه الخصلة القبيحة فيما لو وقع فيها. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لمن جاء لولد جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أباه يقول إن أبي يريد أن يجتاح مالي، أن يجتاح مالي يعني أن يأخذ مالي، فقال له عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبي، كأنه يقول ليس هذا غريبا أن يأخذ والدك مالك لأنك أنت ومالك لأبيك. وفي حديث آخر أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم. فإذا لما يكون الوالد قد أعطى هبة ما لولده فأشبه ما يكون هذا العمل كما يقول عنا اليوم مثل هل يحط من جيبته لعبه، هل يحط من جيبته لعبه،
المصدر والمخرج واحد، أنت ومالك لأبيك. فإذا إذا ذهب الوالد لأبيه هبة ثم رجع، هذا أمر جائز لأنه يجوز أن يأخذ المال الذي اكتسبه بكد يمينه وعلى جبينه كما قال، يجوز للوالد أن يأخذ من هذا المال ما يشاء مما هو بحاجة إليه. فأولى وأولى أن يجوز له أن يبدع بمال أو بهبة أو عطية قدمها هو من ماله لولده. من أجل هذا الشق الذي من على الولد جاءت بعض الأحكام مختلفة عن المبادئ العامة فيها. من هذه الأحكام ما نحن بصدده، لا يجوز لأحد أن يرجع في هبة له إلا الوالد مع ولده، بل هناك من هو أكثر من ذلك بكثير، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقاد والد بولده، لا يقاد والد بولده، أي لا يقتل والد بولده. يعني إذا والد ما أجرم فقتل ولد من أولاده مشروع حي بغير حق، ولكن لا يجري على هذا القاتل الحكم العام المعروف في الإسلام، وهو أن القاتل يقتل، القاتل يقتل، هذا هو المبدأ العام. لكن يستثنى منه الوالد إذا قتل ولده أو ارتكب جنة ولا شك، ولكن من الناحية القضائية لا يقتل الوالد لولده، لأن هذا المقتول هو جزء منه، كما لو هذا الوالد قطع عضوا من أعضائه، لا شك أن هذا أيضا لا يجوز إسلاميا. لكن لا يزال من المدعي من مدعى عليه من هو إليه. لذلك فهناك أحكام تختلف في الإسلام من حيث العموم والخصوص. من ذلك ما نحن في صدد بيانه فيما يتعلق بهذا الحديث: فكل إنسان باختصار وهب هبة ما يحرم عليه أن يرجع في هذه الهبة، يسترجع إلى مزجه، اللهم إلا الوالد إذا ما وهب لولده فيجوز له أن يرجع في هبته هذه. ثم عقد المصنف رحمه الله بابا جديدا فقال: باب الاستباحة، وذكر فيه بعض الحديث والآثار. أما الحديث الأول بحث هذا الباب فهو ضعيف الإسلام، ولذلك سنسمع نتلقفه ونجتنبه كالعادة. أما الثاني فهو إسناده حسن، وهو أثر من الآثار الموقوفة على بعض الصحابة، وهي أم الدرداء، حيث روى المصنف رحمه الله بإسناد حسن عن أم الدرداء أن رجلا أتاها فقال: إن رجلا نال منك عند عبد الملك. فقالت: اسمع يا نساء، شوفوا أخلاق السلف الصالح من النساء. عن أم الدرداء أن رجلا أتاها فقال: إن رجلا نال منك عند عبد الملك. فقالت: أن نؤذن بما ليس فينا، فطالما زكينا بما ليس فينا. جاء رجل إلى أم الدرداء فقال لها: إن رجلا مال منك عند عبد الملك، مال منك يعني طعم فيك، وعند مين؟ مو عند أي رجل، كان عند الملك، ملك ذلك الزمان، وهو عبد الملك ابن مروان الأموي.
رجل ينقل إلى هذه السيدة أم الدرداء هذه المشاية لأن فلانا نال منك عند الملك فما اهتز منها شعر من بدنها بدع من عصر الجاد تلقى هذه المشاية بكل سؤدة وبكل غوية وخلق إسلامي حقيقي قالت إن نؤذن أي إن نتهم ونطعن بما ليس فينا فقد زكينا بما ليس فينا يعني كأنه كلام وحي السماء فقد كان في أمتي محدثون فيكن في أمتي فعمر يقول الرسول عليه السلام في ذاك الحديث الصحيح البخاري لقد كان في من قبلكم يعني في بني اسرائيل محدثون ملهمون كثيرون اما في هذه الامه فهم قليلون ذلك لان الله عز وجل اغنى هذه الامه بالوحي الذي انزله على قلب محمد عليه الصلاه والسلام فجعل رسالته خاتمة الرسائل ودينه خاتم الأديان فلم يبقى ثمة حاجة كبرى إلى أن يكون في هذه الأمة محدثون ملهمون كما كان الشأن لمن قبلكم من الأمم لذلك فالمحدثون في هذه الأمة قليلون وإن يكن فيهم فعمر وفعلا فقد ثبت في أكثر من حاجبه أن عمر رضي الله عنه كان يتكلم فينزل الوحي وفق كلامه يقترح فيأتي الوحي وفق قراءته فهذا الحديث خلينا نكون في أمة عمر في إشارة إلى قلة وجود المحدثين في هذه الأمة فأنا أرى كأن هذه أمة الدرداء من هؤلاء المحدثين الملهمين حين أجاب ذلك الإنسان الناقل للطعن الصاعد فيها فقالت طالما زكينا بما ليس فينا فإذا طعن فينا بما ليس فينا فلا غرابة في ذلك هذه مقابل هذه النؤبل أي الاتهم بما ليس فينا فقد زكى كثيرا بما ليس فينا فإذا زكانا أحد ما ليس فينا هل يتحرك منا شيء من ثورة من غضب مع أنه كلام باطل يعني مثلا كما يروى وأنا أذكر هذه القصة على طريق ضرب أو رمي أسطورين حجر واحد يروى في مناطق أبي حنيفة رحمه الله وهذه الرواية صحيحة هذا هو الأسطور الواحد للتنبيه هذه الرواية صحيحة لكن الصور الثاني كالتمثيل بما نحن فيه يرى ان ناقل ابي حنيفه رحمه الله لانه كان يمشي في الطريق واذا به يسمع احدهما يقول الاخر تنجيم فلان فلان ابو حنيفه الذي لا ينام الليل في نزل في اذنه وبطل من بعد الخبر هذا ينام في الليل حتى يقول ايش كلام الله فيه صحيحا وبالمناسبة طبعا هذه القصة أقول تروى وليست صحيحة لما سيأتي بياني لأن هناك قصة أخرى وهي تذكر في مناصب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه مضى عليه 40 سنة وهو يصلي فرض الفجر بوضوء العشاء هذا معنى معناه انه صلى صلاة عشاء وما نام صحيحة؟ هذا شو عم أحكي؟ هاي بتكلم على عزيز هاي غير صحيحة قلت انه راح اقول القصة الأولى غير صحيحة لأنه سيأتي بيان في قصة أخرى فالقصة الأخرى تقول أن أبو حنيفة صلى فرض الفجر بوضوء العشاء 40 سنة هذا معناه أنه ما كان ينام الليل هذا خلاف السنة وحاشا لأبي حنيفة بدلا هو أدنى وأدنى وأدنى بكذا وكذا مراحل من أبي حنيفة أن يأتي ويصلم السني هذا القبل
ومينا من الليل إطلاقا، ليس لا ينام من الليل إلا قليلا. مع علم الرسول عليه السلام، مع تعليم الرسول عليه السلام لنا، ما علمنا الله إياه، لأنه لا يجوز التمتع والتشدد بالعبادة، لأنه مثل ما بيقول العامة، وهذا مأخوذ من حكم النبوة المثالية، كثرة الشد بالخي، وهذا مأخوذ من قول عليه السلام: إن لكل عمل سرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. إن لكل عمل سرة، يعني حماس، كل عمل يبدأ فيه الإنسان، وهذا شيء طبيعي ملاحظ حتى في الأمور المادية، يأخذ الإنسان أمرا ما بكل حرارة، ما بحس في حاله أنه بدأ إيش بيبرود وبيبرود وبيحصل وبيحصل إلى آخره. بعدين شو بيصير فيه؟ يا بفلت الأمر نور بقدر ما شد بالأول رفعه وفلته، يا إنه بيعتدل فيما أقدم عليه. هذا الاعتدال هو الهدى، وهذا معنى الحديث: إن لكل عمل شرة، يعني شدة وحماس متناهي، ولكل شرة فترة تبدأ بركي شو يصير. فإما أنه يخلصها من الكلية كما قلنا، أو يسمى ثقة باعتدال. إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي، يعني اعتدال الأمور، فقد ارتدى، ومن كانت شرته إلى بدعة فقد ضل ضلالا مبينا. فأبو حنيفة يروى عنه أنه قام يصلي صلاة الفجر في صلاة من شاء 40 سنة، ومش معقول إطلاقا أن يفعل أبو حنيفة. لكن الشاهد في القصة الأولى، قيل عنه هذا لا ينام الليل، فالغرض من القصة، لكن الشاهد في القصة الأولى قيل عنه هذا لا ينام الليل، فالغرض من القصة إن صحت أنه لا يريد أن يقال فيه ما ليس فيه، لا يريد أن يزكى بما ليس فيه، إذن لازم هو يعمل حتى يصدق الناس فيما يقولون فيه. الشاهد من هذا الأثر بشيئان اثنان: أن الناس ليس عندهم اعتدال في الأمور. في الواقع أنا أقول، كأني متأثر بهذا الأثر عن أم الدرداء وغيره، أن الأطفال أنصحهم مهما سمعتم ثناء على إنسان ما، فرأسا لازم تتصوروا أن في مبالغة. مهما سمعتم ثناء على إنسان ما، لازم تتصوروا أن في مبالغة، يعني قرروا إلا في شيء من زيادة. والعكس بالعكس، مهما سمعتم ذما على إنسان ما، فلازم تفوزوا الأمور في مبالغة. فسواء في المدح أو القدح، قد يكون له أصل، لكن مو هيك مثل عن بعض الناس، سواء في المدح أو في القدح. أما قد لا يكون له أصل مطلقا، هذا أيضا ممكن، لكن إذا افترضنا أن إنسان رجل صالح، فعلا صالح، فصار الناس يتحدث عنه في صلاحه، ما في شك في مبالغة. إذا في الإنسان رجل عالم وهو كان عالم، فأثنى عليه الناس، لا شك في مبالغة. والعكس العكس تماما. لماذا نحن نقول هذا؟ أولا الواقع، الشاهد الواقع يشهد أن الناس ما عندهم اعتدال، لا مبحل ولا قدحل. وثانيا أن الناس ما أوتوا علما، ما أوتوا خلقا، حتى إذا توفر العلم والخلق في من يتكلم مدحا أو قدحا، لا يقول إلا حقا. هذا نادر جدا،
والنادر لا حب له. هذا ما يستفاد أو أحد ما يستفاد من هذا الأثر. الفائدة الثاني هو في الواقع فائدة هامة جدا وهي فائدة خلقية تربوية، أن أحدنا إذا ما سمع ذما فيه من بعض أصدقائه أو أعدائه لا يرضى ولا يثم، وأن يتذكر هذه الحكمة ليقول أن الناس بيحكوا فينا وبيمدحونا بما ليس فينا، فطبيعي أن يذمونا أيضا بما ليس فينا، هي تغطي على هي وبتعمل الإنسان أسماكه معتدلة رضية. فاعتبروا يا علم الله. الخبر الثاني صحيح الإسناد وهو أيضا أثر موقوف يرويه المصنف رحمه الله عن قيس قال قال عبد الله: إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برئ من صاحبه. عن قيس هذا عجل من التابعين وهو ابن أبي حازم البجلي الكوفي يقول قال عبد الله، وعبد الله هو صاحبنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صحابي الجليل أيضا يحدثنا بحكمة عالية وهي مستقاة من بعض الأحاديث الصحيحة. يقول عبد الله: إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام، لأن معنى عدوي يعني لا نلتقي في الأخوة الإسلامية إنما المؤمنون إخوة. فإذا قال مسلم لأخيه أنت عدوي يا عدوي فقد خرج من الإسلام أحدهما، لذلك قال فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برئ من صاحبه، لأنه القائل لصاحبه أنت عدوي إما صادق وإما كاذب، فإن كان صادقا فعلا برئ هذا من صاحبه ذاك، لأن الكفر والإسلام ليس نعم، وإن كان كاذبا انعكس الموضوع وبقي المقال له بأنه عدو للقائل على إسلامه وبرئ هذا القائل لم يظلم صاحبه المسلم بقوله أنت عدوي بريئا من الإسلام. فهذا المعنى مأخوذ من الحديث الصحيح في البخاري وغيره أنه إذا قال المسلم لأخيه المسلم يا كافر فقد باء به أحدهما. إذا قال المسلم لأخيه المسلم يا كافر فقد باء به أحدهما، إما أن يقول قوله حقا في صاحبه فيكون ما دام انه تكلم الحق صاحبه يكون كافرا، او اذا كان باغيا ظالما فيرجع هذا التكفير يرتد من صاحبه الى نفسه فيكفر هو باتهامه لاخيه المسلم بالكفر. لذلك ينبغي ان ناخذ من هنا عبرة وهي ألا نتهم بعضنا بعضا بكلام فيه تعدي فيه ظلم للآخر فيه وصف له ما ليس فيه. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما قلت؟ قال: إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته، وإن لم يكن ما فيه ما قلت فقد بهته، يعني افتريت عليه. فأكبر فريه دون هذه الفرية كل فرية أخرى، أكبر فرية هو أن تقول لأخيك المسلم كافر.
قلت له كاذب خلاق حرامي يرتاد إلى آخر ما هنالك من أوصاف سيئة هي أيضا لا تليق بالمسلم، لكن أكثر من كل هذه الاتهامات أن تقول لأخيك المسلم يا كافر. فإذا قلت لأخيك المسلم يا كافر فأحدهما برئ من صاحبه ولا بد، لأن الإسلام والكفر لا يجتمعان. فإما أن يكون صادقا في قوله فقد برئ هو من الذي قال له يا كافر لأن البر كافر، أو كاذب في اتهامه فيعود الكفر إلى المتهم ويبرأ هو من ذاك لأن هذا كفر وذاك بقي على إسلامه. فاتقوا الله، أو فليتقي الله كل مسلم في حق أخيه المسلم فلا يرميه بما ليس فيه، لا سيما للكفر الذي هو أكبر كبائر. قال قيس: وأخبرني بعد أبو جحيفة أن عبد الله قال إلا من تاب. طبعا الثوب تمحو الحوضة، فإذا إنسان قال لأخيه المسلم يا كافر ثم تبين له أنه كان مخطئا في ذلك أو كان متسرع أو كان غضبان أو كان في حالة يعني ليست حالة سليمة فتنبه لهذه الحالة السيئة فاستغفر الله عز وجل واستناب إليه وتاب، الله عز وجل يقبل التوبة من عباده ويعفو عن كثير. ثم عقد بابا جديدا فقال في الباب التاسع والتسليم على المئة: باب سقي الماء، أي بيان فضل سقي الماء. روى بإسناد صحيح لغيره عن ابن عباس أظنه رفعه، قال: في ابن آدم 60 و300 سلاما أو عظم أو مسكا، على كل واحد في كل يوم صدقة، كل كلمة طيبة صدقة، وعون الرجل أثاه صدقة، والشرب من الماء يسقيها صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. هذا حديث من الأحاديث التي جمعت وبينت أن كل خير يقدمه المسلم لأخيه المسلم بل ولغير المسلم بل حتى للحيوانات كل ذلك الخير يكتب صدقة. وقلت في ابتداء قراءة هذا الحديث أن هذا الحديث صحيح لغيره، وهذا اختلاف في علم الحديث، أن الحديث ينقسم إلى قسمين: إذا كان إسناد الحديث رجال كلهم ثقات حفاظ وكل واحد منهم اتصل به لصاحبه لشيخه وروى عنه هذا الحديث فيكون الإسناد صحيحا لذاته، أما إذا ما تبين أن في إسناد حديث ما ضعفا ما لذات السند فهذا الضعف يوجب على العالم أن يقول هذا حديث ضعيف الإسناد. ولكن إذا كان هذا الحديث جاء من طريق أخرى ليس فيه الضعف الموجود في السند الأول، حينئذ يقال هذا الحديث يعني مثله صحيح لغيره، يعني لغير هذا السند، يعني صح بغير هذا السند. وواقع هذا الحديث كذلك، لأن المصنف رحمه الله رواه من طريق ليس عن طاووس عن ابن عباس. طاووس من أئمة التابعين فهو أشهر من أن يذكر، ومن دون ليس وهو شيخ البخاري المحدث وشيخ شيخه وهو عبد الواحد كلاهما من الثقات المحتجبين في الصحيحين أو في الصحيح، لأن المسدد
ما رواه مسلم. فيكون إسناد هذا الحديث كلهم من طرق ومن تحت كفار إلا ليث هذا. فليث هذا وهما ليثان، أحدهما ثقة حافظ والآخر ضعيف مختلف، وصاحبنا هنا هو الثاني. أما الثقة فهو الليث بن سعد المصري الذي كان قريب الإمام مالك في العلم والضبط للرواية، وليس هو هنا. أما صاحبنا هنا فهو ليث بن أبي سليم الحمصي، ذاك مصري وهذا حمصي، وهذا كان ضعيف الحفظ، وزيادة على ذلك أنه أصيب بخلاط، والمقصود به الحرف، لكن حرف دون حرف. من حرف هذا محدث ورجل فاضل رجل عالم، لكن نسأل الله عز وجل ألا يبتلينا في آخر حياتنا، كما لأجل ذلك كان الرسول عليه السلام يدعو وكان في دعائه: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقدرتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. فهذا ليس ابتلي بالاختلاط وبالخرف، فماذا كان يفعل؟ هو حمصي، فكان يصعد إلى منارة إلى مئذن المسجد في حمص فيؤذن للظهر في ضحوة النهار، في وسط النهار ما بين الصبح والظهر يقع المأذنين ويؤذن أذان شرعي، نكمل المسكين ونطلق الظهر وما صار بعد. لكن هو في نفسه رجل صالح ورجل صدوق، لكن قبل باختلاف كانت حافظته ضعيفة، وفوق ذلك ضدها على إدارة كما يقال أصيب بالخرف حينما أسمي. ولذلك علماء الحديث يحكمون على كل حديث يتفرد هذا الرجل بروايته لأنه حديث ضعيف. لكن حديثنا هذا قد جاء من غير طريق لي، فلذلك كنت فرجته في حديث الحديث صحيحة بإسناد غير هذا الإسناد، فكل فترة فيه فهي ثالثة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير طريق ليس هذا الذي هو ابن أبي سليم. ومما يشعر الباحث النافذ بضعفه هو أن الراوي عنه قال: حدثنا ليس عن طاووس عن ابن عباس أظنه رفعه شك ليث. ليث شك في كون ابن عباس رفع الحديث الى الرسول، يعني ليث عم يتساءل يا ترى الرسول يا ترى ابن عباس اللي روى هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا ما ذكر الرسول اطلاقا وانما قال ابن عباس كذا وكذا. يشك ليث، وهذا امر طبيعي بالنسبه لضعف ذاكرته ولاختلاطه في اخر حياته. لكن كما قلنا الحديث جاء بطريقة أخرى، فهو يقول في ابن آدم 60 و300 شلامة، 360 مثقل. الرسول عليه السلام يكفر هذا الخبر الطبي التشريعي الذي حتى اليوم لا يعرفه الطب، الدين الفقهاء زعموا فالطب لا يعرف كم مثقل في بدن الإنسان، لكن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان فلا يعلم من خلق وهو لطيف خبير. أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه خلق الإنسان وجعل فيه 360 مثقل. جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريف التالي من هذه المجموعة.